السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توفي شخصين وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بمأساة جديدة في آخر أيام رمضان المبارك في هذه الولاية، وهذه التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تدخلت وحدات الدرك الوطني لولاية بتنة من أجل تقديم يد المساعدة للمواطنين وتسهيل حركة المرور إثر وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 78 والرابط بين ولايتي سطيف وبتنة وبالضبط ببلدية رأس العيون. وحسب المعلومات الأولية وقع الحادث لحافلة لنقل المسافرين بسبب انحرافها عن الطريق ما أدى إلى انقلابها، حيث خلف الحادث وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة. نقل من طرف الحماية المدنية للمستشفى المحلي. من جهتها باشرت فرقة الدرك الوطني المختصة تحقيقا في حيثيات الحادثة.